مساء عليكم، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله راكم بخير بصحه جيده. دونك اليوم نروحو نديرو ان فخوي بريستيج، دونك يعيطوا له لا بوم رويال. دونك تجي بطريقه مختلفه بارابور او زوتر فخوي. دونك دوكا داكم نحل لكم وحده، هذه عندها شويه ديفو، نروحو نحلوها، ماشي شابه بزاف باسكو سي ان كوموند. دونك نشوفو كيفاش عملنا في الداخل. ما قبل نبداو ما تنساوش تنضموا الينا في الفيسبوك، في لا جروب ديالي، في الانستغرام، في تيك توك، في لاباج، مرحبا بكم في اي وقت. ايا نروحو نبداو على بركه الله. اولا نبداو بكريمه الزبده. نحتاج كيلة تاع لا مارغارين اللي حبيتو ديروها. انا لا بليبار دو طون ندير صول ولا لابيل، الصول تجي هايله. وكيلة هذيك تاع اللي عبرنا لا مارغارين نديرو كيلة تاع السكر ناعم، نقصو شويه ونضيفو الباقي بلا شونتي. داكور، هنا عندي عطر تاع البراليني، نديرو له شويه لا مارغارين ديالنا وشويه لا فاني، نخلطو لا مارغارين ابري نضيفو السكر ناعم مع لا شونتيي باش تجي خفيفه. فوالا، دوكا نروحو نخلطو. دونك لا كريم او بور، كريمه الزبده، باش تجي خفيفه لازم تخلطوها بزاف. فوالا، دوكا نخلطو حتى نتحصلو على اون كريم تجي تدوبلي الفوليوم وتضاعف. فوالا، ابخي نضيفو البراليني ولا حبيتو. هنا عندي الحليب هكذا كنضيف 4 مغارف باش تجي خفيفه. وهنا عندي اللوز ريحتو حمصتو، نضيفو اللوز لا كريم او بور. ولا حبيتو تجي بنينه اكثر تقدروا ديروا اللوز هذاك كوم اون نوغاتين، ابخي ترحيوه وديرو في لا كريم او بور يجي بنين ثانيك، ولا ديروا البراليني ديريكت. سا ديبون كل واحد لي موايان ديالو، اشاك فوا تزيدو حاجه بنينه بيان سور تجي بنينه اكثر. بون، المهم دوكا كريمه الزبده ديالنا راهي واجده، سورتو ما ديروهاش في الثلاجه، خليوها تكوطي. دوكا برد الحال خليوها باش يبقى القوام ديالها هكاك خفيف. دوكا ابخي واش درت، عندي اون بوشادو ندير دي بتيت بول هكا تاع كريمه الزبده. انا عطيت لكم اون ايدي، نتوما تقدروا تبدلوا كريمه الزبده. هنا باش نفوريو لا بوم ديالنا، تقدروا تبدلوها سواء بالشوكولاته للطهي، سواء الشوكولاته هذيك بوينو تجي بنينه وديروا في الداخل اون نوازيت باش تفوريو لا بوم ديالكم. دونك انايا درت بكريمه الزبده باسكو مولات الوصفه حبت حاجه اقتصاديه. داكوغ، المهم دوكا نخلي هذا في الكونجيلاتور في المجمد. ودوكا نروحو نديرو لا جينواز. دونك لا جينواز عندي 5 حبات تاع البيض، عندي لافاني، رشه تاع الملح. دونك هنا درت شاك بيضه درت لها 25 غرام فرينه، 25 غرام سكر. هنا عندي الميكسو مستحلب الحلويات، ندير شويه باش يساعدني كي نطلع لا جينواز ديالي، نديرو توجور يساعدني بزاف باش ما نعطلش. ونروح نعبر السكر. السكر نديرو 150 غرام سكر لي 5 حبات تاع البيض. انايا درت 25 غرام سكر لكل حبه تاع البيض و25 غرام فرينه. فاصون لا جينواز تقدروا ديروا اي جينواز اللي حبيتو، ماشي مهم باسكو ابري نروحو نرحيوها. دونك كي نضيفو السكر نخلطو بيان حتى يدوبلي الفوليوم. دونك تشوفوا بليك طلعت، نضيفو شويه عطر تاع البراليني، نتوما تقدروا تبدلو باي عطر اللي حبيتو. ونضيفو شويه تاع اللوز هكاك زوج مغارف كبار. ابخي نروحو نعبرو الفرينه ثاني، كنديرو 150 غرام فرينه، نديرو نصف مغرفه صغيره تاع خميره كيميائيه، ونروحو نضيفوه لاجينواز ديالنا. حاجه عاديه، الفور ديالي يكون مشعول، شعلتو الافونس، ونطيبو لاجينواز ديالنا في الوسط نورمال. هنا ماشي اوبليجي لاجينواز تكون ريوسيت ولا طالعه بزاف، نو هنا ما يهمناش، ليسونسيال نحبو اون جينواز. دونك في هذه المقادير تاع لاجينواز نحيت 39 حبه في الداخله. دوك تشوفوا اشحال وزنتهم، نحيت 39 ب 5 حبات تاع البيض، نحيو 39 حبه. و بور لا كريم او بور تقدروا ديروا بها دو فوا، تجمعوا بها هذه لاجينواز، جمعت بها اون فوا ابخي عاود زدت جمعتي نوتر فوا. دونك لا كريم او بور تقدروا تنحيو حتى 70 حبه.
دونك هذا لي طاب نروحو عندنا اللوز، اللوز ناتورال ما حمصتو ما والو. دونك نروحو نديرو في ان غوبو اللي عندكم. هنا عندي كولورون اون بودغ يجي بيستاش، فوالا يدير 14000. هاد لا كاليتي بزاف هايله. فوالا نروحو نديروه في حاجه، يعني ان تروك، ونديرو شويه تاع الماء للكولورون ديالنا. نديرو شويه تاع الماء، حبيت نتحصل على ان فيغ بيستاش، ما حبيتش هذاك لو فيغ يجي فيغ بزاف فونسي. فوالا نديرو بشويه شويه باش اون كارو تجينا لا كولور بزاف فونسي، بزاف فونسي. ما نقدروش نعاودو نوليو للوراء، مي كي نديرو بالعقل اشاك فوا تحبو تحصلو اون كولور تزيدو شويه. دونك نرحيوه حتى نتحصلو على لا كولور اللي حبينا. انا حبيت ان فيغ تخي يجي بزاف كلير. فوالا دوك نزيد شويه ماكن مخصوص. فوالا ابخي نخليوه دون ان بلاطو، نخليوه ينشف شويه، ماشي اوبليجي يعني، شويه برك هكا تقدروا ديروها لافونس كيما حبيتو. دونك هاد لي طاب سهله. ودوك نروحو لي طاب نحضروا لا بات دامون ديالنا. دونك هنا عندي كيلو تاع اللوز، كيلو تاع اللوز نحيت 69 حبة. بيان سور كاينين يديرو كيلة تاع اللوز، زوج كيلات تاع السكر الناعم، أو كيلة ونص تاع السكر الناعم. أنايا هنا درت اللوز أكثر من السكر الناعم، درت كيلو تاع اللوز، درت 900 غرام تاع السكر الناعم، نقصت شوية باش ما يجيش بزاف حلو، باسكو راني نروح نجمعها بالسيرو. دونك هاد لي طاب ماشي واعرة، تشد الوقت. اون بو دير ماشي واعره شويه، تشد بزاف الوقت باسكو لازم ترحيو كاع اللوز يولي اون بودغ. مي حاجه واعره شويه، سا ديبون لي غوبو، مليح ترحيوه في هذاك اللي يحيو بها القهوه، مي تالمون صغيره ما تقدروش ترحيوها ان كيلو ولا دو كيلو. دونك انا رحيت هنا اون بروميير فوا اللوز وحده، ابخي لا دوزيام فوا واش درت تعاود ترحيتهم مع السكر الناعم. كي خلطت السكر الناعم رحيتو تخ فوا اونصومبل، تقدروا ابخي نتوما تغلبلوه تنحيو لا بودغ هذيك وتعاودو ترحيو لوطخ. فوالا دوكا كي رحيتو كاع ها هنا شوفو بليك مازال مخصوص. نعاود نضيف السكر ناعم، دونك كيلو تاع لوز درت 900 غرام تاع السكر ناعم، نعاود نرحيهم مع اونصومبل. فوالا دونك نوريلكم هكا شويه، ما نعطلش عليكم بزاف. دونك الفيديو طويل، ماشي طويل مليح، مي معليش تستفيدوا. فوالا دوكا نروحو نرحيو لا جينواز. لا جينواز راهي طابط، نخليوها تبرد تماما، لازم تبرد. كي تبرد كاع نفتوها ونديروها في الغوبو نرحيوها. نتوما تقدروا تبدلو لا جينواز بحاجه اخرى، ديروا بنيون ولا الكاطو تاع الشوكولا، ديرو جيدو الكاوكاو، اللوز، الجوز، كل واحد لي موان ديالو. انا درتو اقتصادي بلا جينواز، ابخي كل واحد كيفاش. فوالا دوكا راني خلطتها، دوكا رايحين نوليو عجينة اللوز ديالنا. دونك نديرو شويه لافاني، عندي شويه عطر تاع تفاح، شويه برك ما تكثروش باسكو يقهم. نزيد ندير له شويه ما زهر. عندي لافاني سيرو، وكيلو تاع اللوز نديرو 100 غرام تاع لا مارغارين، ذوبوها. ابخي كي نخلطو كلش نروحو نضيف نجمعو العجينه اللوز ديالنا بالسيرو. دونك سيرو درت زوج كاس تاع السكر، زوج كيسان تاع الماء، لافاني. ابخي نتوما تقدروا كاينين يجمعوها بالبياض تاع البيض،
وكاينين اللي يزيدوا له الفوندون ولا الجلوكوز. بون كل واحد كيفاش يحب يدير. انايا درت بالسيرو جاتني هايله. فوالا نخلطو على نتحصلو على البينه تجي عجينه تجي بزاف خفيفه. ابخي نغطيوها، لازم تغطيو لاباط عجينه اللوز ديالكم لازم تغطيوها. دوكا نروحو نجمعو لاجينواز ديالنا بكريمه تاع الزبده. بيان سور هنا تقدروا نتوما تضيفوا البسكوي او الشوكولا اطارتيني باش يجي بنين اكثر، ولا الجوز اللوز المكسرات اللي حبيتو. بيان سور على بالكم اشاك فوا تزيدوا حاجه بنينه يجي بنين اكثر. وهذه كريمه الزبده جات بزاف خفيفه. دونك بهذا لاجينواز نحيت 39 حبه داكور، وزنتهم 25 حبه على جينواز وعجينه اللوز 35. دونك راكو تشوفوا. دونك هنا نزلنا عجينه تاع اللوز نديرها 35 تجي مليحه، 35 تجي مليحه. ولا حبيتو تزيدو بيان سور تقدروا تزيدو حتى 40 هكاك. لاجينواز نزنوها، دونك لاجينواز نزنوها 25. ابخي نحيو هذا اللي كان في الكونجيلاتور كريمه الزبده هذيك باش نفوريو لاجينواز ديالنا نديرو في داخل كريمه الزبده. نتوما تقدروا تضيفوا هكاك لانوازيت ولا، ونحلو عجينه اللوز ونضيفو لابول ديالنا تاع لاجينواز ونغلقو. ابخي نديرو بيدينا هكا باش نتحصلوا على تفاحه، ماشي اوبليج تكون اون فورم تاع تفاحه. بون تفاح كاين بزاف لي فورم، كاين تفاح يجي دائري، كاين تفاح يجي شويه اوفال. دونك حنا نديرو تفاحه عاديه، هذاك التفاح اللي يتباع هذاك الصغير يجي نورمال رون. دونك هنا ونيت با اوبليجي ديرو تكسرو راسكم، دونك ايسونسييل تجي دائريه. ابخي هنا نروحو نرميوها في اللوز هذاك اللي لوناه هنا. ان ديتاي، ولا شفتو بلي اللوز ديالكم ما يكوليوش في هذه الحبه، واش ديروا ديروا شويه الماء في يديكم تعاودوا تدوروا هذيك التفاحه وديروها في اللوز، باسكو كي ينشف لاباط داموند كي تنشف ما تشدش شويه هذاك اللوز. دونك اوبليجي تبلو شويه يديكم. ابخي نديروا ان تخو في الوسط كيما هنا. عندي لي كيت سيريس شريتهم عند هذوك اللي يبيعوا الحوايج لي تروك تاع ليربوريست. فوالا نديرو لا كو ديالنا تاع لا سيريز. ابخي لا في ديالنا نلصقوها بالشوكولا. ابخي نلصقها، دوكا وريت لكم كيفاش ندير شويه شوكولا بيضاء في الداخل باش ما يبانش ونلصقوها. فوالا دوك نروحو نشوفو يعني كيفاش حضرت هذا لا في باي مول. دونك هنا عندي عجينه السكر دي فير بيستاش، دونك سي لا سول كولور اللي لقيت شويه شابه. ابري نضيفو تيلوز شويه، عندنا لومبرينت ديالنا. بيان سور تقدروا تلونوها نتوما في الدار، انايا ما كانش عندي الوقت دونك شريتها هكاك. هنا بلا باتا سكر هذه شريت زوج، دونك نحاولي 150. فوالا هنا عندي 3 فوي ديفيرونت فوي. جي يوتيليزي لا بلو بيل يعني لي شابه منهم. نتوما ابخي تقدروا ديروا اي ورقه اللي حبيتو اي ديكور اللي حبيتو. دونك جو فو دون لا روسيت هكا دي زيدي، نتوما ابخي ديروا واش عجبكم كل واحد واش الكو ديالو. دونك نخليكم تشوفوا بالعقل، هضرت بزاف. نروحو نتلاقاو ابخي في التزيين لا ديرنيغ ايتاب.
فوالا هنا وصلنا للاخير. دونك جاو بزاف شابين. هنا عندي الناكري، هذا ماك تجي هايله، الي فريمون افيكاس. عندي لا في دو، ندير شويه ناكري هكا بالبنسول ليجيرمون برك باش ما يبانش مليح، شويه برك هكا في لي في ما تكثروش. ابري نديرو لا في دو، دونك لا في دو مع لا باتا سكر ما تلصقش شويه. دونك ديروا لها هكا شويه ليجيرمون الماء هكا في لاباتا سكر هذيك، ابخي ديرو لا في دور ديالكم باش تلصق. فوالا ليجيرمون هذيك بانسو ماشي حاجه. فوالا دونك ندير هكا جوست بور كاسي، باسكو بزاف كل شفير دونك بور كاسي شويه باش يبان هكاك الدوغي. فوالا دونك هاد لا بوم يعيطوا لها لا بوم رويال، تجي ديفيرونت باسكو لي فروي الاخرين يديروها يجيو فريمون ناتوريل. دونك هذه سهله اون فيريتي، لي بلو فاسيل. ان شاء الله سفيتو بهذه الوصفه والطريقه، ان شاء الله تجربوها بالك اون سي جامي بور دي زوكازيون ان شاء الله. فوالا نخليكم يمالا، نتلاقاو تري بيانتو بور دوطخ روسيت، اي حاجه بزاف بزاف لي نوفوتي ان شاء الله.